أهلا بكم. بالرغم من مضي أكثر من 15 عاماً على تصميم العملية السياسية في العراق، إلا أنها أخفقت في بناء نظام سياسي ديمقراطي كما كان يشاع عشية غزو واحتلال العراق في العام 2003، بل هي أي العملية السياسية رسخت نظام حكم قائم على المحاصصة الطائفية والقومية، حيث برهن هذا النظام على براعة كبيرة في صناعة الأزمات المتعددة ومراكمتها خلال المرحلة الماضية. صناعة وإدارة الأزمات في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا اتسمت حقبة ما بعد العام 2003 في العراق بالأزمات المتعددة على كل المستويات؟ وهل هي أزمات مفتعلة ومصنعة أم إنها نتيجة عرضية للوضع الشاذ الذي عرفه العراق في العام 2003؟ وما هو دور قوتي الاحتلال الرئيسيتين في العراق أي الولايات المتحدة وإيران في صناعة هذه الأزمات وإدامتها؟ وكيف تركت هذه الأزمات المتوالدة والمزمنة تأثيراتها على الوضع العام في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عمر القاضي. قرابة 16 عاماً والعراق غارق في دوامة أزمات لا تقتصر على قطاع معين ولا تتركز على منطقة معينة، فمن أقصى جنوبه إلى شماله يعم على بحر متلاطم من الاضطرابات والأزمات. مدن حكم عليها بالتدمير عسكرياً وعلى أهلها بالنزوح والتشرد والاعتقال والموت، ومدن أخرى تعاني ويلات الفساد الخدمي وانهيار البنى التحتية والتلوث البيئي وانعدام الرعاية الصحية. واقع يعيشه العراق منذ أول حكومة وضعها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، ومع مرور الأيام يزداد هذا الواقع تعقيدا، ولم يكن لتغيير وجوه الساسة في الحكومات المتعاقبة أي دور في إيقاف الأزمات المستفحلة. ولا شك في أن ذلك راجع إلى العقلية السياسية التي يدار بها العراق وليس إلى من يديره، وكأن الاحتلال الأمريكي بالتشارك مع إيران اختطى طريقاً سياسياً واحداً لا يحيد عنه الساسة الجدد، عنوانه تدمير العراق وإغراقه بالفساد على الصعود كافة. صناعة الأزمات فن قائم بذاته، أنشأه الغزاة واحترفته الأحزاب الحاكمة، ووعاه الشعب المقموع، فكان رده عليه بالابتعاد عن لعبة تبديل الوجوه وتغيير الأدوار في ميدان السياسة، فقاطع الشعب الانتخابات انطلاقاً من يقينه بفشل تلك الطريقة بالإصلاح، واستعاض عنها بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية بعد أن أيقن أن جذر شجرة المؤسسات هي السياسة، فإذا صلح هذا الجذر صلحت الفروع والأغصان، أما إذا فسد فلا بد من اقتلاعه دون الاكتفاء بالتقليم والترقيع غير المجدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في صناعة الأزمات وإدامتها في العراق بعد العام 2003. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور عمر القاضي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هذه الأزمات الموجودة في العراق المزمنة المتوالدة المتناسلة منذ عام 2003 على كل المستويات، سياسية، أمنية، اقتصادية، خدمية، أزمات مفتعلة ومصنعة أم أنها نتيجة عرضية طبيعية ومتوقعة لوضع شاذ التسونامي شهده العراق بعد العام 2003؟ غزو، احتلال، قوبل بمقاومة أيضا كانت عنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما كن يعني لو كنت تسألني بعد عام من احتلال العراق ربما كانت ستكون الإجابة يعني فيها للمشاهد بعض الشك في كلامي، أنه هذا الكلام غير صحيح. لا. أما بعد أكثر من 15 سنة عندما تسألني هذا السؤال أقول لك أن هذه الأزمات هي صناعة من في الحكم ومن جاء بهم إلى الحكم، لأنه لا يمكن لظاهرة تستمر بهذه الطريقة لأكثر من 15 سنة. هم يدعون أن البلد قد تغير والبلد قد أصبح بلدا ديمقراطيا وحريات وازدهار وإمكانيات وانتخابات وهكذا يتحدثون، والبلد يعيش أزمات متنوعة على كل المستويات، من السياسية إلى الاجتماعية للاقتصادية، كل المستويات تعيش أزمات، وأزمات تولد يومياً وتكبر وتدفع إلى الشعب.
نعم. فبالتالي أهل العراق، الشعب العراقي كله يعيش وسط أزمات متتابعة ومتلاحقة وتكبر كل يوم، وعليه أن يواجهها. بحر من الأزمات فعلاً يطفو على بحر من الأزمات. نعم. بالضبط هذا الوصف. وإذا كانت الأزمات يعني هي مشكلات خطيرة تواجه المجتمعات، دعني أقول يعني حتى نكون منصفين، الأزمات موجودة في كل دول الدنيا، في كل مكان وعلى كل المستويات، سواء على المستوى الشخصي، مستوى العائلي، مستوى المجتمع، مستوى الدول، الأوطان موجودة، مستوى المنظمات موجودة، الأزمات تظهر، الأزمات وهي كمشكلات. لكن أن تستمر هذه وأن تخلق وتصنع بهذه الطريقة، تكون حالة ظاهرة شاذة وظاهرة غير طبيعية، والتوقف عندها يعني يجب أن يكون ضرورياً لدراسة هذه الحالة. لماذا العراق بهذا الوضع الشاذ يعيش هذه الأزمات؟ كل الدول لديها مواجهة لهذه الأزمات، لكن لديها إدارة الأزمات. هل هذا الوضع الشاذ الذي وصفته دكتور هو نتيجة هذه الأزمات، أم أن هذه الأزمات نتيجة هذا الوضع الشاذ؟ أيهما أسبق؟ أيهما تسبب بالأخرى؟ الحقيقة أن الاحتلال هو أساس الأزمة. نعم، أساس الأزمة، هو من خلق هذه الأزمة، الأزمة الكبرى، الأزمة الأم. نعم، وكل القوى التي جاءت تحت هذه المظلة، تحت مظلة الاحتلال، وصفقت للاحتلال وشكلت حكومات وأسست نظاما سياسيا، استغلت هذه الأزمات وبدأت تصنع أزماتها، من الأحزاب الصغيرة إلى القوى إلى الميليشيات إلى مجلس وزراء إلى خذ التسميات كلها، بدأوا يصنعون أزماتهم. وهو هذا ما كنت أتحدث عنه. نعم. الأزمات قد تصنع، قد تظهر وهي مشكلات، لكن في كل بلدان الدنيا التي تظهر فيها، في كل المجتمعات التي تظهر فيها الأزمات، هناك إدارة للأزمة. الإدارة الأزمة هي اللي تتوقع ما قد يحدث وتتحسب لما حدث، ويعني تتخذ إجراءات لما حدث وتواجه ما حدث. نحن في العراق ليس لدينا هذه القضية. الأزمة تحصل وتكبر الأزمة و تسحق الناس، تسحق المجتمع، تبدأ يعني تدفع بالمجتمع إلى وضع آخر أكثر مأساوي، وإذا بأزمة أخرى تخلق. وخذ مثال يعني أزمات سياسية من عام 2003 لحد الآن في مصاف اختيار حكومة وزراء، ما زلنا نعيش نفس الهاجس. يعني التعاطي في أماكن أخرى دكتور في العالم مع الأزمات هو بحثاً عن حل هذه الأزمات. نعم، في العراق ليس هناك من بحث لهذه الأزمة. أنت عندك مستويات للأزمة. نعم، يعني من توقع الأزمة إلى حدوث الأزمة وصولاً إلى بالتالي لديك درجة هي الحلول. إحنا ليس لدينا حلول، ليس لدينا البحث عن حلول أبداً. الأزمة يجب أن تصنع وتدفع إلى الشعب بهذه الطريقة، وعلى الشعب أن يتحمل نتائجها. ثم عجز في إيجاد حلول، أم أن القضية ليس هناك من إرادة للحل؟ الأزمة صارت جزء من سياسة عامة للدولة لإلهاء الشعب، لوضع الشعب في بودقة خاصة، في إطار خاص من الحيرة والدهشة والضغط. سنتحدث عن الغاية من هذه الأزمات، من إدارة الأزمات، من صناعة هذه الأزمات، يعني على المستوى الاجتماعي. دكتور عبد الحميد العاني، دكتور رافع يعني يذهب إلى قضية أن هذه الأزمات مصنعة مفتعلة، يصنعها طبعا أصحاب الحكم في العراق ورعاتهم، وطبعا المتهم الرئيسي هنا أمريكا وإيران. مع كل هذا الدعم الهائل الذي حظي به مشروع الاحتلال من الولايات المتحدة دوليا إقليميا إيرانيا، هل هو بحاجة لصناعة أزمات مزمنة ومتوالدة ليعيش، ليبقى، ليدوم فعلا؟ هو يعني يحتاج هذه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نتحدث عن أصحاب المشروع وعن أدوات المشروع الذي دائما نؤكد على هذه القضية. نعم، ولا يمكن أنه نفرق بينهما، لأنه أحدهما يخدم الآخر. ثانيا، أصحاب المشروع أيضا ذكرنا أكثر من مرة أنه هو ليس أمريكيا فقط، وإنما تخادما مع أصحاب مشروع آخر اللي هو إيران. نعم. هل هذه الأزمات الموجودة اليوم هي نتيجة عرضية كما قلت وجاء في سؤالكم، أم هو هدف؟ أنا أقول هو كلا الأمرين، هي هدف وأيضا في ذات الوقت هي نتيجة لهذه الأدوات التي جاءت ليس همها إلا حماية مصالحها الشخصية وحماية هذا المشروع. هل الأزمات الموجودة
هي غاية ووسيلة أيضا في ذات الوقت. غاية لأنه المشروع الأمريكي كما أعلن، وهذا ليس تحليلا وإنما معلن من قبل البوش الذي هو جورج بوش الذي أعلن عن انتهاء أو جاء بالاحتلال ثم أعلن عن وقف المعارك في وقتها في حينها. أنا المهمة أجزت. في ماذا أعلن؟ ماذا أراد؟ ما كان الهدف؟ قال هو أنه شرق أوسط جديد. والشرق الأوسط الجديد قالوا وأعلنوا هو وساسته الآخرون ما يسمى في وقتها بالفوضى الخلاقة وغيره. حينما جاءوا هذا المشروع بهذه الأدوات لتنفيذ هذا المشروع وهي لا تمتلك لا الكفاءة ولا النزاهة ولا الخبرة ولا غير ذلك، فكان من الطبيعي أن تكون متولدة هذه الأزمات التي كما قال قبل قليل أحد أهدافها هي إلغاء وإشغال الشعب العراقي وبقية الشعوب بالمناسبة أيضا عن مقاومة هذا الاحتلال أو عن الالتفات إلى هذه المشاكل أو إلى الأزمة الكبرى، أزمة الاحتلال وأصحاب المشروع الذين جاءوا إلى العراق بمشاريع هدامة. الشعب نحن نذكر والعراقيون دائما يعرفون ذلك، في الجيش كان دائما يقال أن الجندي يجب أن لا يجلس لا يرتاح. نعم. لأنه إذا جلس ارتاح، وإذا ارتاح فكر، وإذا فكر سيعمل تمرد كما يقال. هذه النظرية هو يبدو يطبقونها على الشعب العراقي بإلهائه بهذه الأزمات. وبالمناسبة نحن لا نتحدث عن أزمة واحدة وإنما أزمات متنوعة، سياسية اقتصادية اجتماعية، بل هذه الأزمات بادت تشكل خطرا ليس على الشعب العراقي فقط وإنما على المحيط الإقليمي جميعا. وهذه الأزمات هي اليوم لا تهدد حاضر العراق وإنما تهدد مستقبل العراق ومستقبل المنطقة جميعا. لذا حينما نرى أن هذه الأزمات المجتمع الدولي ساكت عليها فهو كأنه قاصد إلى ديمومتها، وهذا دائما يلح ويؤكد عليه أو هدف استراتيجي للاحتلال الأمريكي وهي حاجة إدامة الصراع وإدامة الأزمة، حاجة ضرورية لأصحاب المشروع، مشروع الغزو لاستمرار مشروعه، لاستمرار هذا المشروع. دكتور عمر القاضي، في الولايات المتحدة هناك أزمات متعددة مزمنة ومستويات مختلفة. الضيفين في الاستوديو مجمعان على أنها صناعة، على أنها صناعة وإدارة، والغاية أنه لا نصل إلى نتيجة لهذه الأزمات أو إنهائها. أنت طبعا باحث في الشؤون الاقتصادية، أي من هذه الأزمات كانت الأخطر أو الأكثر أذى على حياة الإنسان العراقي؟ تحية للأستاذ ماجد والضيوف الضيفين وللمشاهدين. أنا أحب أرجع يعني إلى ما قبل 2003، لأنه لا يمكن فصل 2003 هي كانت مفصلية اللي انتهى باحتلال العراق، ولكن العراق في أزمات يعني منذ عام 80 إلى 88، ثم احتلال الكويت، غزو الكويت، ثم حرب 91، بعدين ترتب عليها ثم ترتب عليها الحصار الاقتصادي. هذا كله سلسلة أزمات كان العراق يمر بها. يعني العراق قبل 2003 لم يكن دولة مستقرة بعيدة عن الأزمات، نظام سياسي مستقر، كان حصار اقتصادي نتيجة لإجراءات فرضت على العراق بعد غزو الكويت. انتهت هذه في عام 2003، سبقها أزمة عالمية في أحداث سبتمبر 2011 غيرت مفهوم الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب من مكافحة في داخل أمريكا إلى ملاحقة إلى عطر داره. في 2003 المؤشرات كانت كلها تعطى أنه العراق أصبح جاهز، يعني كل المؤشرات الاقتصادية على مستوى الفقر، على مستوى المديونية، على مستوى الهياكل الإنتاجية، كلها كانت شبه معطلة. التسليح، البنى العسكرية، بعد ما تمكنت فرق التفتيش العفو أن تدخل العراق، وصار العراق يعني ورقة مفتوحة بيضاء أمام أمريكا والدول والقوى العالمية كلها. بالتالي هذا سهل لهم مهمة 2003 عندما وجدوا أن العراق الآن مهيئ وأسهل دولة بعد أفغانستان، ويذكروها. يعني العراق وضع في محور الشر في نظر الولايات المتحدة وفي دول الكبرى، وبدت القصص وبدت المشاكل تتوارى على العراق.
وانتهت باحتلاله. نعم. في عام 2003 من احتل العراق طبعا حتى تبغي الشرعيه، لان هم الامريكان ما الانجليز دخلوا الى العراق بدون موافقه لا تفويض من مجلس الامن ولا بد، لكن لحقها في شهر ايار تحديدا في 22 ايار قرار مجلس الامن 1483 اللي اعطى الشرعيه اعطاها الشرعيه للاحتلال وسماها الدول المحتله للعراق الولايات المتحده وبريطانيا، ولحق كل جميع القطاعات العسكريه الاجنبيه الاخرى ان تخضع لاوامر السلطه هي سلطه الاحتلال، وبالتالي شرعا هذا الاحتلال. والعراق نام يوم 19/2 او 19/3 العفو 2003 قاعد يوم 9/4 لقى قوات امريكيه لقى دبابات لقى وضع يعني مضطرب نهائي يعني انقلب 360 درجه. وبالتالي تعامل العراق على حاله جديده ما متعود عليها. نعم. طبعا هذا شكل فت فراغ، الحكومه اختفت، الاجهزه الامنيه طارت عن الانظار، لم يعد هنالك وجود. بدات التشكيل الاول واللي هو السبب كانت المحاصصه. المحاصصه هي التاسيس الاساس لكل ما توالى بعده من ازمات، ومن لانه انت من تبدي في محاصصه يعني انت غيبت الهويه الوطنيه واخرجت هويات فرعيه قوميه طائفيه بدت، وهذه المحاصصه والاحزاب اللي اجت هي كانت الاساس واللبنه الاساسيه لكل الازمات المتلاحقه اللي صارت ما بعدها. نعم. دكتور رافع الفلاحي، الدكتور عمر القاضي في آخر كلامه أنحى باللائمة على المحاصصة الطائفية وعلى المشروع السياسي على أنه هو الجذر، هو الأساس، هو المنتج لكل هذه الأزمات التي يشهدها العراق. وأنت ذكرت أن هذه الأزمات تصنع وتتهم بها العملية السياسية كما تتهم أن هي من تصنع هذه الأزمات وتراكم هذه الأزمات، وهي أزمات متعددة. لكن في النهاية على الأقل الآن كما نشهد في جنوب العراق أن هذه الأزمات التي صنعت بدأت ترتد، وكما يقال كأن السحر انقلب على الساحر، هؤلاء الذين تسببوا بصناعة أو ساهم في صناعة هذه الأزمات وإدارتها بالنهاية الآن كانت ترتد عليهم، وكمن يطلق النار على قدميه. يعني هل هذا معقول أن هذه الطبقة السياسية تصنع أزمات لتثير المجتمع، تثير الناس لتخرج عليهم في الشوارع؟ يعني هذه ربما فيها شيء من الغرابة. الكلام دقيق الحقيقة. نعم. لأنه دعني يعني أوضحها بالطريقة التالية. الأزمات مرتبطة بعنصرين أساسيين، عنصري التفاهم والاختلاف بين مكونات العملية السياسية، بين عناصر العملية السياسية، وعناصر العملية السياسية متجمعة في هذا الإطار وفقا لإطار طائفي تحاصصي. فالتفاهم والاختلاف بينهم هو الذي يحدد الأزمات، وطريقة هذه الأزمات تنتج عن هذا الاختلاف والتفاهم. يعني هذه واضحة من عام 2003 لحد الآن. هناك جذر الأزمات اللي موجودة داخليا عدا أزمة الاحتلال وما جاء به الاحتلال وهذه الأزمة الكبيرة، بس كأزمات متولدة هي جذرها سياسي، بدايتها أزمات سياسية، هذه الطبقة السياسية اللي تخلق الأزمات، لأن هي المسؤولة عن الأزمات الطائفية اللي موجودة في البلد، هي المسؤولة عن أزمات الاجتماعية اللي موجودة في البلد، عن الأزمات الخدمية، أزمات كل شيء. عندما تحدث عن أزمة كهرباء، أزمة سكن، أزمة مياه، أزمة تعليم، أزمة صحة، أزمة نقل، أزمة فساد، كلها هذه الطبقة السياسية هي المسؤولة عنها، لأن هي كل الأمور بيدها، كل خيوط هذه اللعبة بيدها. فبالتالي هناك أطراف هؤلاء مبني العلاقة بينهم مبنية على المحاصصة الطائفية والإثنية، أي تفاهم عنصري التفاهم والاختلاف بينهم يؤدي إلى أزمة، فبالتالي هؤلاء هم من يصنعون الأزمات، هم لا يرغبون في صناعة أزمة تثير عليهم الشعب مثل ما حضرتك تحدثت. نعم. لا، هم كانوا يعتقدون، وهذا جهل منهم، يعتقدون أنهم ملكوا رقاب الناس، وهذا الكلام اللي يطلقوه عن ديمقراطية، عن حرية، عن ما أعرف منه، وقوى دينية تسندهم به، مرجعية وغير مرجعية، وقوى خارجية إيرانية وأمريكية تحميهم بمظلة عسكرية ومظلة استخبارية، قد أمنت لهم وجودا على هذه الكراسي إلى ما يشاء الله. فبالتالي هذا الشعب لا يساوي شيئا، ولو كان هناك وزن للشعب لديهم لما أوصلوا العراق إلى هذا المستوى.
بغض النظر عن كل شيء، أنتوا استلمتوا حكم تحت مظلة احتلال، تحت وصلتوا إلى الحكم، لكن خلال 15 سنة أنت بالتالي تقول ما فائدة حكومة، ما فائدة نظام سياسي؟ غاية هذا أو الهدف من وجود نظام سياسي وحكومة أن يقدم لك خدمات، يقدم لهذا البلد. أنت لديك أزمة في استقلالك، أزمة في سيادتك، أزمة في كل شيء، أزمة في أموالك، أزمة في بطالة، في عمل، في طائفية، أزمات، أزمة نازحين وأزمة مهاجرين وأزمة إنسانية ساحقة وغريبة عجيبة. هذه الطبقة السياسية هي من تخلق، لكن هم كانوا يعتقدون أن هذه القوى قد وصلت إلى الحال الذي لا تستطيع فيه أن تقاومهم، لا تستطيع أن تقاوم. وشاهدوا أكثر من مظاهرة حصلت واستطاعوا أن يقمعوها بالحديد والنار، فبالتالي القدرة ولديهم هذه الميليشيات والقوى الداعمة من الخارج، بالذات إيران، قادرين على أن يقمعوا هذه القوى أو يقنعوها بأن تسلم أمورها لهم، أنه هذا الخيار، وهم يهددون أنه هذه الهزمات اللي موجودة إذا أردتم إزاحتها بهذه الطريقة تحدثون عنها بالتظاهرات وغيرها وثورة وعصيان، فالنتيجة ترى فوضى، والنتيجة رح نرجع للمربع الأول. نعم. والمربع الأول هو مربع الفوضى، وكأنهم قد غادروا المربع الأول، يوحون للناس وكأن العراق قد غادر المربع الأول. وعندما تعود إلى المربع الأول وتدقق ما هي صفات المربع الأول، تجد أن العراق ما زال بالمربع الأول من عام 2003 لحد الآن. دعني فقط أقول قضية أشار إليها الدكتور عمر ضيفك من أمريكا، قال أن العراق قبل 2003 لديه أزمات. نعم. هذا ليس دفاعا عن النظام، أي دولة في الدنيا لديها أزمات، تظهر الأزمات، لكن على الأقل كانت هناك محاولات لإدارة هذه الأزمات. كانت احنا من 2003 لحد الان ليس لدينا اداره للازمات، لدينا صناعه للازمات، نصنع الازمه ولا نفكر في ادارتها، لا نفكر في ايجاد الحلول لديها. هناك كانت محاولات على الاقل من تاسيس الدوله العراقيه من 21 لغايه 2003، كانت هناك محاولات فاشله ناجحه، لكن هناك محاولات لاداره هذه الازمات من 2003 والبحث لحد الان عن حلول. ليس لدينا اي محاوله للبحث عن حلول، لدينا كوارث ولا أحد يبحث فيها، ويتحدثون عن قضايا أخرى. لدينا أزمات سلاح منتشرة بيد الناس، أزمات ميليشيات وعصابات وقتل وتهجير، ونحن نتحدث عن الديمقراطية وكأن الديمقراطية قضية يعني هي من نأكلها ونتنفسها ونحن في أحسن حال، ولدينا 10 ملايين يأكلون من المزابل، فقراء تحت خط الفقر، ولدينا 7-8 ملايين لا يقرأ ولا يكتب أمي، ولدينا بطالة 7-8 ملايين عاطل عن العمل، ولدينا أرامل وأطفال شوارع، ومصيبة كبيرة، ولدينا فساد وديون. هذه الكارثة. طبعا في الجزء الثاني من الحلقة سنتحدث طبعا عن الفوائد التي جنتها العملية السياسية من صناعة هذه الأزمات خلال السنوات الماضية. الآن أفق معطيات ومستجدات المشهد قد تغير مع التظاهرات الموجودة، وأيضا عن مساهمة قوتي الاحتلال الرئيسيتين في العراق الأمريكيين والإيرانيين في صناعة هذه الأزمات أيضا وإدامتها. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة التي تبحث في صناعة الأزمات وإدامتها في العراق. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في صناعة الأزمات وإدامتها في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور عبد الحميد العاني ودكتور رافع الفلاحي، ومعنا من ولاية واشنطن في الولايات المتحدة دكتور عمر القاضي، باحث في الشؤون الاقتصادية. دكتور عبد الحميد العاني، ما دام نتحدث عن أن العملية السياسية، قوى العملية السياسية، مصنعي العملية السياسية هم الذين يقفون وراء كل هذه الأزمات المتعددة
والمزمنة ومتعددة المستويات، هل تحقق شيء لهذه العملية السياسية من هذه الأزمات؟ نتحدث على الأقل قبل هذه الموجة الأخيرة التي عمت جنوب العراق، وقد طبعا كانت فيها دلالة معينة في جغرافية هذه التظاهرات، هل جنوا شيء من هذه العملية، من عملية صناعة الأزمات؟ يعني ربما لنصل إلى الجواب الشافي لهذا السؤال، دعني نتصور شكل لهذه الأزمات، يعني نصنع شكل وهو شكل هرمي، مثلث هرمي. نعم. لهذه الأزمات. ربما أشار طبعا الدكتور قبل قليل واستنبط هذه الفكرة من خلال كلامه، وهو أكثر الأزمات اللي هي تمس الشارع العراقي الشعب هي القضايا الأزمات الخدمية والاجتماعية والتي يعاني منها الناس، هذه ربما تأتي هي في قاعدة الهرم، هذه هي نتيجة لأزمة أكبر منهم وفي أعلى المستوى الأعلى اللي هي الأزمة الاقتصادية. نعم. والأزمة الاقتصادية هي نتيجة للفوضى السياسية والصراع السياسي بين الأحزاب المشاركين في هذه العملية السياسية. هنا نأتي إلى قمة الهرم، وهو المشروع أو اللعبة أو العملية السياسية التي هي أصبحت أساس هذه المشاكل والتي تولدت منها جميع هذه الأزمات. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن دائما حينما ننظر، هذا في القانون يقال أنه ننظر أنه من الجاني أو من المتهم، دائما يقول ابحث عن المستفيد. فهنا لو نظرنا إلى هذه الأزمات التي خلال من 2003 إلى الآن، هي من تضرر منها ومن التي انتفع منها؟ النتيجة التي لهذه الأزمات أن الشعب سحق، وهذه هدف وغاية للمشروع والمحتل الأمريكي والإيراني أيضا في نفس الوقت. الذي انتفع منه هو أصحاب المشروع وهؤلاء الأدوات التي هي أصبحت البيئة آمنة لهم لممارسة فسادهم وسطوتهم على الثروات وغير ذلك، بعد إشغال وإلهاء الناس في دوامة الأزمات هذه. إذن المشروع الآن هو خلال هذه الأزمات هو استمرارية ودوام هذا المشروع، لأنه طيلة السنوات الماضية كلها دوام واستمرار المشروع الأمريكي. لو كان هنالك ظروف طبيعية ولو هنالك كان أتيحت حرية، أدنى حرية للناس، لما بقي مثل هذا النظام. هنالك أنظمة ودول مارست عشر الظلم الذي مارسته هذه العملية السياسية وشركائها طيلة السنوات الماضية، عشر هذا الظلم الذي مورس على العراق، مورس عشره على دول أخرى وشعوب أخرى انتفضت وسقطت تلك الدول وتلك الحكومات. لكن هنا نرى أن هنالك، هل تعتقد دكتور أن الناس قد وعوا وأدركوا هذه العملية، عملية صناعة أزمات متعددة لإبقائهم في هذه الدوامة، لا يعرفون ليلهم من نهارهم؟ طبعا قضية الوعي، نحن نتكلم وذكرنا سابقا ربما أن هنالك تنامي في نسبة الوعي لدى الشعب العراقي. كيف نقول هذا؟ هنالك مقياسان لهذا. أولا من خلال تصريح الناس وحديثهم، واليوم نرى في الإعلام أن الناس قد كسرت وتجاوزت ما كان يسمى بالخطوط الأحمراء، وبدأت تكسر الأصنام التي لم تكن تجرؤ سابقا أن تتحدث عنها وتحملها المسؤولية. الأمر الآخر وهو الشعارات التي بدأت ترفع خلال التظاهرات، وما المقاطعة الأخيرة للانتخابات التي كانت نسبة عالية جدا تجاوزت 80%، 82%، وهي مقاطعة مقصودة وليست عشوائية وليست يعني لا مبالاة، واحدة من تجليات هذا الوعي، هذا أثر ودليل. نعم. ومشهد من مشاهد هذا الوعي وتزايده، لكن إلى الآن لم تصل نسبة الوعي إلى أن تحدث أو يكون هنالك فعل تغييري حقيقي على أرض الواقع. نعم. دكتور عمر القاضي في ولاية واشنطن، أنت اختصاصك أيضا في الاقتصاد، برأيك يعني هل كانت الأزمة الاقتصادية وهي واحدة من الأزمات، وأشار الدكتور عبد الحميد العاني لها باعتبار أنها لها تماس مباشر مع حياة الناس، هل تعتقد أنها كانت الأكثر أذى؟ هل تعتقد أن هذه الأزمة الآن خرجت ربما عن سيطرة السلطة التي تصنع هذه الأزمات كما تتهم، خرجت عن سيطرتها وبالتالي ربما ستكون لها تداعيات على السلطة، على قوى السلطة نفسها، أكثر حتى من تداعياتها على المجتمع، على الفرد الذي استهدف بهذه الأزمة، وهو عملية إلهاء وجعل يدور في دوامة يعني لا تنتهي؟ نعم، بس تعقيب سريع على كلام دكتور الفلاحي في أزمة الاحتلال الكويتي.
نعم العفو، هي يعني هي صح احنا كان العراق قادر على ادارتها وكانت لانه قياده قويه كانت في حينها ودوله نعم. مؤسسات، لكن العراق لم يكن بحاجه ان يدخل الى هذه الازمه، يعني يصنع ازمه يدخل بها حتى يجرب انه يشوف نفسه يقدر يديرها ولا لا، هذه مجرد تعقيب. هي كانت ازمه كبيره وكانت ازمه يعني ورطت العراق ورطت النظام ورطت وانتهت بما نحن عليه الان. نعم. لكن العوده الى سؤالك نعم. العفو، الازمه الاقتصاديه، نعم الازمه الاقتصاديه كل بلد، البلد العراق بعد الاحتلال كان اكو فراغ سياسي موجود، وبالتالي هذا الفراغ السياسي او جدول امريكا وبريطانيا من خلال نظام المحاصصه وتشكيل الحكومات كان الهدف الاساسي هو تحقيق الاستقرار. دائما في النظم اللي تواجه تحولات يكون الهدف الاساسي للنظام هو تحقيق الاستقرار السياسي والامني، اما العوامل الاقتصاديه الاخرى والخدمات والمشاريع الاقتصاديه والتنميه والعماره تاتي في المرحله الثانيه. هاي شكلت فراغ هاي المرحله، في هاي المرحله مرحله التحولات يعني تتعطل اغلب القوانين، خصوصا بالعراق اصبح سلطه الاحتلال هي اللي تصدر القوانين، الحاكم المدني بريمر، تعطلت الكثير من القوانين، اوجدت الكثير من الفرص، هاي شجعت على الكثير من الممارسات الفاسده. من اللي خدمها؟ خدمها نظام المحافظه والتقسيم، احزاب تسيطر على وزارات، تسيطر على هياكل، تبدي تستفاد من عندها لمصالحها الخاصه، تخلق تتحول الدوله من دوله مؤسسات الى دوله مكونات ومحافظه، وبالتالي الولاءات يعني للاحزاب تكون اعلى من الولاء للوطن. يشعر صاحب الحزب او صاحب السلطه او صاحب المركز انه هو يعني يمتلك القوة، يمتلك النفوذ، يمتلك كل شيء. لهذا تطاقمت العملية الفساد تطور ولما مع سنوات لم يكن في بداية 2003-2004 مثل ما هو الآن وصلنا إليه. إضافة إلى أنه بعد 2003 الحدود انفتحت على مصراعيها، لم تعد هنالك حدود للعراق، أصبحت التدخلات ومن كل من إذا سمحت لي بس حتى السؤال أعيد عليك، الأزمة الاقتصادية الآن، هناك أزمة اقتصادية خانقة في العراق، أزمة مالية، هناك الدولة ربما في طريقها أو شبه إفلاس، هل تعتقد أن هذه الأزمة الآن ليست بيد الحكومة بحيث أنها تسيطر عليها، توجهها بالطريقة التي تريد، خرجت عن السيطرة، هناك مديونية بمئات المليارات، هناك الاقتصاد في العراق، ليس هناك اقتصاد، الدولة تبيع نفط وتوزع رواتب. نعم صحيح، هي هاي المشكلة، الدولة ريعية، المصدر الوحيد للدخل العراق هو النفط، من خلال هاي السلعة خاضعة للمضاربة في الأسواق العالمية، وإذا ما حصل مثل ما حصل في عام 2014 انخفضت الأسعار، لا سمح الله تعرض العراق يكون أمام مشكلة كبيرة جدا مع مديونيته يعني الحالية. لذلك الأزمة الاقتصادية، العراق بموارد، العراق يمتلك من المخزون النفطي، يمتلك من المواد الأخرى، لكن سوء الإدارة وعدم تفعيل الموارد الأخرى مصادر، يعني الاعتماد على مصدر واحد هذا مصدر خارجي، مصدر خطأ جدا، لا توجد أنت لديك إيرادات ضريبية حقيقية، لا توجد، لأنه فعل الفساد. الأزمة الاقتصادية شنو سببها؟ الفساد، هذا الفساد اللي الآن يعتبر سيستماتيك، هذا يعني أصبح نظام كامل، مؤسسات فساد كاملة يقودها جهات أحزاب أو من يتحكم في هذه الوزارات، يعني هي تتخر الموارد كلها لصالحها. طبعا بالتأكيد أنت هاي الأزمة الاقتصادية إذا ما حسن إدارتها وما أعطيت لأشخاص ذات إدارة مالية كفوءة وخبرة، بالتأكيد العراق يعني راح يواجه، خصوصا احنا مقبلين على فصل الصيف. نعم. وفصل الصيف هو دائما معروف بالعراق بدرجه حرارته المناخيه والسياسيه ايضا، والشارع الان في العراق لم يعد كما كان يعني قبل سنوات، اصبح الشارع واعي، يفهم ما يدور بسهوله، انت ممكن ان تحصل على المعلومات اليوم، المعلومات مو مثل قبل، بسهوله جدا تتحصل على المعلومات، تقدر تحصل على المعلومه، تتصل الى مصدر القرار، وسائل الاعلام، هذا الانفتاح الكبير. يعني اتمنى ان يكون القائمين على الاداره الماليه والاداره الاقتصاديه في العراق ان يعون ان المشكله في العراق هي مشكله حقيقيه، مشكله الفساد هو الاساس
الذي يأكل إذا لم يتم تداركه ولم يكن هو الأسس الصحيحة والسياسات الصحيحة لمكافحته سيأكل العراق كله. يعني هذا الفساد أصبح شيء معيب، يعني معيب ومخجل، وبغض النظر عن الدين وأنه هذا ضد الشرع وضد الحرام، بس أصبحت سمعة العراق على المحك الآن. أنت في دولة تحتاج أن تقيم علاقات خارجية، تحتاج إلى مستثمر أجنبي، تحتاج إلى كثير من الخدمات من شركات أجنبية متخصصة. كيف أنت تجي شركات تستثمر في العراق وهي تسمع بحيتان الفساد وعصابات الفساد؟ طبعا هاي شيء يعني. شكرا، أشكرك دكتور. شكرا دكتور عمر القاضي الباحث في الشؤون الاقتصادية، كان معنا من الولايات المتحدة، شكرا جزيلا دكتور. ما دمنا نتحدث عن صناعة الأزمات، مصنعي الأزمات، من يقف وراءها، يعني هناك اتهامات، وأنت أيضا ممن يتهم الطبقة السياسية وأيضا قوتي الاحتلال بصناعة هذه الأزمات، كيف ساهم الأمريكيون والإيرانيون في صناعة هذه الأزمات؟ كيف أداموها؟ كيف أداروها؟ يعني الإدارة التي لا تبحث عن حل وإنما إطالة عمرها وديمومتها. أساساً أستاذ ماجد، كل مستعمر يحاول أن يخلق أزمة يكون هو المتحكم بها، هو القادر وحده أن يحل هذه الأزمة أو يفاقم هذه الأزمة. يعني دكتور، هؤلاء صناع الأزمة وقوى العملية السياسية هم أدوات صناعة الأزمة أو إدارتها أو ديمومتها؟ نعم، جزء من هذا الكلام صحيح، وجزء الآخر إضافة إلى هذا هم يصنعون أيضا أزمات خاصة بهم. هذه جزء. نعم. هناك أزمات صنعها المحتل، وهم أيضا ساهموا في صناعة أزمات، تمثلوا بهذا الجو، وهذا جو الأزمات، صناعة الأزمات يفيدهم ويبقيهم على كراسي الحكم، فلذلك سعوا أن يصنعوا أزماتهم. نعم. المحتل يحتاج إلى أزمات خاصة به، المحتل الإيراني والمحتل الأمريكي، أزمات خاصة به لا يستطيع حلها إلا هو، لذلك تبقى زمام الأمور كلها مرتبطة به. يعني هناك أنواع من الأزمات كبيرة. نعم. يعني هذه من اختصاص قوتي الاحتلال وأخرى. نعم. لنأتي على يعني كمثال. نعم. عندما تريد أن تشكل حكومة في العراق. نعم. والأحزاب الموجودة في العراق اللي تدخل ما يسمى بالانتخابات هي أحزاب مملوكة لصاحبتها إيران، وهي من تتحكم بشخصياتها، وهي من تحدد من ينتخب ومن كيف ومتى ومن يتقدم ومن يتأخر. فبالتالي هذه أزمة تشكيل الحكومات مرتبطة دائما بإيران، أو مرتبطة بتوافق، مثل ما كنا نقول توافق إيراني أمريكي دائما ما يصل. القضية ليست في حل الحكومة عند الطرف الفلاني والحزب الفلاني لوحده، لا، القضية في حل هذه الأزمة. تشكل حكومة لدينا إذا كانت هذه واحدة من الأزمات، تشكيل هذه الحكومة يتعلق بطرف آخر خارجي إيراني أو أمريكي لم يتخادموا، لم يتفاهموا فيما بينهم لتشكيل الحكومة، لن تشكل الحكومة. وأخذ مثالا من عام 2003 لحد الآن لم تشكل حكومة إلا بتوافق الطرف الإيراني والطرف الأمريكي على تشكيل هذه الحكومة، والأمثلة كثيرة. وربما المثال الكبير جدا جدا في عام 2010 عندما فاز إياد علاوي والقائمة العراقية، كيف أزيح بالطريقة التفاهم الأمريكي الإيراني لأغراض مصالح وأهداف. أريد أن أقول في يعني مجمل هذه القضية، نحن لدينا في العراق وفي كل بلد من العالم هناك مصالح وهناك أهداف. في قضية العراق مصالح من وأهداف من؟ مصالح هذه الطبقة السياسية عندما تتعارض مع أهداف المواطنين عندما تحصل الأزمات، وهذا ما يولد الأزمات. هناك تعارض، هناك نقطة عدم توازن، نقطة اختلال تحدث في عدم التوازن بين الأهداف، بين المصالح والأهداف. هؤلاء مصالحهم تتعلق بأجندات خارجية، ببقاء العراق بهذا الطريق، بالفساد، بالخراب، بأحزابهم، هذه كلها مصالحهم. والشعب لديه أهداف، لديه يريد أن يحقق، ومصالحه وأهدافه تريد الاستقرار، يريد تعليم جيد، يريد صحة جيدة، يريد بلد آمن مستقل. تتعارض هذه تخلق أزمات، هم يعرفون هذه المسألة. هذه من يتحكم بها قوى خارجية تضغط على هذه القوى التي تقود البلد. لذلك نحن نقول، يعني حتى عندما كنا صغارا كان هناك
يعني أغنية أو نشيد يكرره الأطفال عندما يتحدثون عن الفلاح يحتاج إلى فأس، والفأس عند الحداد، والحداد عند، وبالتالي تصل إلى الجذر الأساس، من هو صاحب المشروع، من هو القوى المهيمنة. ستجد أن الاحتلال في أعلى القمة هو من يتحكم في هذه القضية، وهو من يدير كل هذه الأزمات وباقي الأزمات التي تصنع من قبل هؤلاء الصغار، هؤلاء الأجراء. هذه أزماتهم الخاصة، أزمات لإزاحة هذا الطرف أو إزاحة ذاك. وهذا ما تسألك، نعم، هل أشر على مكونات العملية السياسية أن حدثت أزمة بينهما، أزمة ثقة، أزمة عدم انسجام، أزمة عدم التعاون خلال ال 15 سنة، أم أنهم كانوا مبرؤون وكانوا بعيدين فقط يصنعون أزمات ويلقوها إلى ساحة المجتمع؟ لا، دعني أقول، أعود مرة أخرى، يعني عنصري الاتفاق والاختلاف بين هذه عناصر العملية السياسية اللي يولد الأزمات، والتوافق هذا مبني على بنية طائفية وإثنية. التوافق هذا ليحدد يعني تحديد توقيتات الأزمات. ولنأخذ مثالا على هذه القضية، الأزمة الكردية التي حصلت عندما طرحوا قضية الاستفتاء، هم أحباب وجزء من هذه المعادلة التي يحكمونها، وجزء قبل من 2003 وما بعد 2003، تحالف استراتيجي. نعم، تحالف استراتيجي، وهم يحكمون العراق، والكل يتحدث عن الديمقراطية، ولديهم دستور. أيضا دعني أقول، لديهم دستور هو مصنع للأزمات، مصنع يولد الأزمات. هذا الدستور، فبالتالي هم جزء من هذه المعادلة التي تحكم العراق. فجأة وإذا بهذه المعادلة توافقاتهم اختلت، أهدافهم وجدوا أن مصالحهم تختلف، وأهدافهم الآن صارت نقطة حرجة بين الأهداف والمصالح التي يتحدثون عنها. بدأ الاختلاف ووصلت إلى حد التهديد بالقتال. كان المالك يهدد بإدخال الجيش لقتال البيشمركة، والبرزاني يهدد وهكذا كانت القضية قد تصل إلى صدام عسكري بينهم، وإعلان الاستفتاء وغير الاستفتاء ومحاصرتهم، وهم أطراف بالعملية السياسية. إذن هذه الأزمة جزء من هذا التوافق بينهم، الأزمات تتعلق بتوافقهم، الشعب يتحمل هذه الأزمات، يدفع ثمن هذه الأزمات. هذه الأزمات لا تمر هكذا على الشعب، هو من يدفع ثمنها. يعني كل هذه الأزمات التي تحدث والتي تلقى على الشعب. حتى الأزمة الكردية هي ألقيت كل عواهنها على الشعب، من دفع ثمنها هو الشعب. بالتالي هذه القيادات بعد فترة يعني بوس راس عمك وبوس راس خالك وتوافقات وانتهى الموضوع، لكن تبقى تأثيراتها وتداعياتها على الشعب إلى سنوات طويلة ويدفع ثمنها. هذه نقطة مهمة. دكتور عبد الحميد العاني، يعني المشروع مدجج بالدعم الإقليمي، بالدعم الدولي، بميليشيات، فرق موت طائفية خاصة موجودة في العراق. هذا الأسلوب ربما كان ناجعاً خلال 15 سنة الماضية، عملية صناعة أزمات وتوالدها وإغراق المجتمع بهذه الأزمات. في ضوء ما يجري الآن في العراق، هل تعتقد أن هذا الأسلوب سيبقى بنفس النجاعة، بنفس القوة والتأثير في المرحلة القادمة، بغض النظر طبعا عن الميليشيات، وجود الميليشيات ووجود السلاح ووجود فرق الموت والدعم الإقليمي، لكن كانت واضح ثمت مراهنة على صناعة الأزمات، كان أسلوبا ناجعا ربما في المرحلة القادمة، سيكون بنفس التأثير لاحقا في المرحلة الجاية؟ يعني هو كما نرى أنه هم مستمرين على ذات المنهج، صناعة الأزمات وديمومتها و ربما أيضا توسيعها هذه الأزمات. وأيضا رأينا أنهم إدارتهم لمثل هذه الأزمات هو قضية اعتماد على الحديد والنار، ولذا ما ذكرته قبل قليل اللي هي الميليشيات هو جزء من هذه الإدارة التي يريدون أنه دائما يعتمدون على الحل القوة، استخدام القوة في مواجهة أي وعي شعبي وأي محاولة من أبناء الشعب العراقي للتململ أو لرفض هذا الواقع. لذا نحن دائما نقول أن الكلمة الأولى والأخيرة هي بيد أبناء الشعب العراقي. الذي يفشل هذه الأزمات هو تنامي هذا الوعي، وهو التصدي لها وعدم الانجرار لها وعدم التماهي بها. أما أن البعض للأسف ربما يقول وهكذا يعلن أنه ننتظر من الحكومة القادمة أو من جزء من هذه الحكومة أو من السياسي الفلاني
حلا، فهذا من سابع المستحيلات، لأنه لا يمكن أن يتصور أن صانع الأزمة ومحدثها أو الذي يرعى هذه الأزمات أن ننتظر منه الحل. يبدو أن هذا الأمر الآن غير معمول بالانتظار، حكومة تشكيل حكومة يبدو ثمت هذا الآن بدأ عند الشعب العراقي قناعة بأنه لا يمكن هذا، لكنه نسمع بين الحين والآخر من لا يزال يدندن على مثل هذه الوتيرة. ولكن نحن نقول أنه هؤلاء هم سبب لهذه الأزمة، وبما أنه التشخيص أنهم هم السبب، إذن العلاج يكون في إزالة هذه الأسباب. والعلاج ممكن، لأنه الشعب أو العراق عموما لديه الإمكانيات، إمكانيات المادية كما أشار الدكتور عمر قبل قليل القاضي، وأيضا الإمكانيات البشرية، لأنه عندنا خبرات وعقول عراقية قادرة على مثل هذه الإدارة وعلى هذه الحلول وإيجاد وإخراج العراقي من هذه الأزمات جميعا، لكنه بشرط كما قلنا وأكدنا أنه أساس المشكلة ورأس الهرم اللي هو المظلة، وهو الإطار الذي تحته أصبحت وتنامت وتفاقمت هذه الأزمات الجزئية والتي تضرر منها أبناء الشعب العراقي. شكرا الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وشكرا أيضا للدكتور عمر القاضي الباحث في الشؤون الاقتصادية كان معنا من الولايات المتحدة في هذه الحلقة التي بحثت في صناعة الأزمات في العراق، هل هي مصنعة أو مفتعلة، من يصنعها، وأيضا الأهداف، لأي أهداف تصنع، ودور قوتي الاحتلال الأمريكية والإيرانية في صناعة هذه الأزمات. توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع ليسمعنا خلاصة النقاش في هذه الحلقة. صناعة الأزمات دكتور المصنعة والمخلوقة في المرحلة السابقة من 2003 إلى يعني هذه السنة كان سلاحا ذا حدين، ربما استخدمته قوى العملية السياسية ورعاة أمريكيون وإيرانيون، وهذا السلاح كان ذا حدين، يبدو أن حده الأمضى الآن هو على المشروع وقوى المشروع أكثر ربما من أذاه على المجتمع الذي استهدفته هذه الأزمات بأذاها، يعني كما يؤكد المتابعون والمختصون بالشيء العراقي. هم لديهم أستاذ ماجد، دعني أقول أولا أن الأزمات، وهذا ما اتفقنا عليه في حديثنا بهذه الطاولة، أن الأزمات لا تأتي هكذا فجأة. نعم. الأزمات لديها مقدمات وأسباب وعوامل، لذلك نتحدث عن صناعة تصنع هذه الأزمة، لا تأتي هكذا تنزل بالباراشوت. فلذلك هذه الطبقة السياسية هي المسؤولة عن صناعة هذه الأزمات. هم لديهم أزمة في استقرارهم على الكراسي وفي المساحة التي يحكمونها، التي يسيطرون عليها، مدى القدرة على السيطرة على أكبر مساحة. فلذلك لديهم أزمة في قدرتهم على السيطرة على هذه المساحة، وهذه حقيقة هم لديهم يعانون. أما أزمة على مستوى الشارع، هم يعتقدون، وما زالوا، هذا جهل كبير، يعتقدون أنهم قادرين على السيطرة على الشارع، قادرين على قمع الشارع بقوة الميليشيات وقوته. هذا ما يعني، لكن دكتور واضح أنه هذه صناعة هذه الأزمات أصبحت كأنها وقود مجاني لغضب شعبي. يعني الآن الغضب الشعبي يستند إلى هذا الفساد، إلى هذه الطائفية، إلى هذا الانهيار، فلذلك يخرجه ويكون قوة دفع له للخروج، وبالتالي هذه الأزمات وقود مجاني لهذه انتفاضة أو الحراك. لسبب بسيط أستاذ ماجد، نحن ليس لدينا إدارة وطنية لكل هذه الملفات. الإدارة الوطنية غائبة لدينا في العراق، لذلك لو كانت لدينا إدارة وطنية لكانت حتى الأزمة عندما تحدث إدارتها وطنية. إحنا الأزمات عندما تحدث لدينا إدارتها أجنبية، يعني إدارة حتى الآن لو أرادوا أن يحلوا هذه الأزمات ليس بمقدورهم، ليس بمقدورهم، لأن العراق يريده المحتل، يريده بهذا الضعف، بهذا الوهم، بهذا الخراب،
فاستمرار هذه الأزمات هو جزء من هذا الخراب وهذا الدمار. إذا ما الشعب ثار عليهم، إذا ما ردوا على الشعب، هذا جزء من بقاء العراق منشغلاً ضعيفاً فاقداً لقواه، وهذا مطلوب. وعلى الشعب أن يعي أن هذه الأزمات ستأكل حياته، ستأكل حاضره ومستقبله، ويجب عليه أن يحدد مسؤوليته في مواجهة هذه الأزمات ويتحرك سريعاً ويضع إدارة عراقية لمواجهتها. أشكرك دكتور، شكراً، نلتقي في الأسبوع القادم.